طيب زي ما قلت لحضراتكم، ايه اللي خلى الناس تتضايق في مباراه الاهلي، او ايه اللي خلى جمهور النادي الاهلي في مباراه النادي الاهلي الاخيره بعيدا عن التعادل؟ يعني المشهد انا هقوله لحضراتكم كالتالي: ليه جمهور النادي الاهلي زعل من اللي حصل بعد نهايه المباراه؟ المشهد كالتالي: حمدي فتحي واقف يتكلم مع كابتن وليد عبد الرازق حكم المباراة. أنا كلاعب من حقي إن أنا أروح أتكلم مع حكم المباراة ونتكلم مع بعض عادي، هوري لحضراتكم فرق أخرى، هوري لحضراتكم مش دلوقتي، هوري لحضراتكم فرق أخرى اتعملت أكتر من كده. خليني أكمل. فحمدي واقف مع كابتن وليد عبد الرازق وبيقول له: يا كابتن وليد ادينا دقيقتين زيادة، بعدين هكلمكم في موضوع الوقت الضايع، ادينا دقيقتين زيادة اللي فاضلين وخلاص. كابتن أحمد عبد القادر جه واقف جنب كابتن حمدي فتحي والاتنين واقفين جنب بعض كده. خلاص محمود متولي مش في الصورة، محمود متولي مش في الصورة. فجأة محمود متولي جاي وقف جنب أحمد عبد القادر وحمدي فتحي، فالحكم باصص كده وبيتكلم مع حمدي فتحي وكابتن محمود متولي جاي من الناحية التانية كده. فجأة لقينا الحكم بص ورفع وقام مدي الكابتن محمود متولي إنذار. هو اللي يبص للموقف هيقول ايه؟ ان تركيز الحكم الوحيد هو ان هو يدي كابتن محمود متولي انذار. وانا لن اشكك في ذمم احد اطلاقا، ولكن يا كابتن وليد حمدي فتحي وكابتن احمد عبد القادر اتكلموا معاك. وعلى فكره انا هنا ما بقولش تهجموا ولا عملوا ولا مش عارف، لا، رايحين يتكلموا مع الحكم. يا كابتن ليا دقيقتين ثلاثه، فممكن هو يفهمهم بمنتهى البساطه: يا جماعه لا انا خدت عندي قد كده وقت وكذا. هو حر، او يقول لهم: يا جماعه ما حدش يتكلم معايا. لكن هو كان واقف بيتكلم، وكان واقف في حوار بيحصل ما بين حمدي واحمد عبد القادر وكابتن وليد. فجاه محمود متولي قام مطلع له الانذار بدون تفكير، بدون تفكير بيدي لمحمود متولي الانذار. ده لو انا واحد من جمهور النادي الاهلي هفكر ازاي؟ هفكر ان الحكم مستني محمود متولي عشان يديله انذار، واللاعب ما ادالوش فرصه طوال 90 دقيقه وهو ما صدق. ده تفكير الجمهور. ليه؟ لان اللاعب هيغيب عن مباراه الزمالك القادمه، في حين ان في لاعبين اخرين مثلا في مباراه الزمالك اهو، بص حضرتك بيقول له اتفضل اطلع، جه قام مطلع اهو اهو، باينه جدا باينه جدا باينة جدا، يعني ما فيهاش كلام. اطلع بره. بص هو مش شايف مين اللي جاي، هو كده شايف اهو. بص احمد عبد القادر واهو، وبيقول محمود متولي بيقول لحمدي فتحي اوعى، قام جاي مطلع الانذار ومدي لمحمود متولي. انا وريت لحضراتكم اهو. طيب خلينا بقى نروح للناس. ده أول حاجة زعلت جمهور النادي الأهلي. هو أنت ليه بتعمل كده يا كابتن؟ ليه يا كابتن وليد؟ مش هقول لك إن أنت في المباراة كذا وكذا وكذا وكذا، يجب أن يكون هناك شرح للي حصل، حد يطلع يقول لنا هو ليه كابتن وليد عبد الرازق عمل كده. على فكرة ممكن يقول حاجة مقنعة جمهور الأهلي يقتنع بيها، ممكن، ما أعتقد، بس ممكن. أنا مش هكلم حضرتك عن مجدي قفشة اللي خد 21 غرزة يوميها، أنا مكلمه 5 الصبح، 5 الصبح عشان اطمن عليه. محمد شريف له ركله جزاء مصر كلها اتكلمت عليها الا كابتن. بالمناسبه كابتن احمد الشناوي قال لك رجلي ما اتكسرتش، بجد والله قال كده فعلا. المهم انا ما اتكلمتش في كل ده، ولكن انا بتكلم في اللقطه اللي قدام حضراتكم. طيب